السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده الشكل اللي احنا وصلنا له في الدرس اللي فات. المفروض دلوقتي ان انا الاقسام كلها قدامي واقدر اضيف اي قسم جديد في المكتبة، وفي نفس الوقت اقدر ادخل على اي قسم موجود بالفعل واتفرج على الكتب اللي موجودة جواه واقدر اضيف كتاب جديد جوه القسم ده. ولكن دلوقتي في سؤال مهم جدا، هو اي حد هيفتح الموقع بتاعي هيقدر ان هو يضيف اقسام جديدة وهيقدر ان هو يفتح اي قسم ويضيف جواه كتب جديدة؟ المفروض لا طبعا. المفروض المستخدم اللي يقدر يعمل ده هو اللي معاه الصلاحيات ان هو يعمل ده. يعني لازم المستخدم اول حاجة يدخل بالاكاونت بتاعه يسجل دخول، بعد كده لو معاه الصلاحيات يعمل الوظائف اللي معاه الصلاحيات بتاعتها. فاحنا في الفيديو ده ان شاء الله هنبدا، والدروس القادمه هنبدا ان احنا نشوف ازاي نعمل اليوزر اوثنتيكيشن جوه الويب سايت بتاعنا. فاحنا هنبدا نشوف كل العمليات الخاصه بالاوثنتيكيشن. هنشوف اول حاجه الساين اب علشان نشوف ازاي المستخدم يقدر يسجل حساب جديد، بعد كده هنشوف الساين ان علشان نشوف المستخدم ازاي يعمل لوجن على النظام بتاعك ويدخل بالحساب بتاعه، وهنشوف بعد كده الساين اوت علشان نشوف المستخدم ازاي يخرج من الحساب بتاعه، وهنشوف ازاي اخصص بيرميشنز لاي اكونت جديد او للمستخدمين اللي موجودين علشان احدد له الصلاحيات اللي يقدر يتعامل بيها مع البرنامج بتاعي، وهنشوف ازاي اعمل ريستريكشن على اي صفحه علشان محدش يقدر يتعامل معاها غير مستخدم معاه صلاحيات محدده. فكل ده هنشوفه في الدروس القادمه. بس هنبدا النهارده باول وظيفه اللي هي الساين اب، ان المستخدم بس يسجل حساب جديد ويبدا يتعامل بيه مع الموقع بتاعي. طبعا ما ينفعش ان احنا نبدا من الصفر، المفروض ان احنا بنكمل على شغل الاخرين. فاحنا لما تيجي تفتح المشروع بتاعك هتلاقي انك انت، احنا كنا اتفقنا ان في عندك ملف هنا خاص بالسيتنجز، لما تفتحه لو بصيت هنا هتلاقي كل دي انستولد ابس عندك، يعني برامج موجوده عندك بالفعل ممكن انت تستخدمها، من ضمنهم برنامج خاص بالاوثنتيكيشن اصلا اللي هو ده اللي موجود في الجانجو دوت كونتريب دوت اوثنتيكيشن. فهو ده البرنامج اللي احنا هنستخدمه في الاوثنتيكيشن، مش هنبدا من الصفر. زي ما كنا بنستخدم الادمن اب، الادمن ابلكيشن بتاعنا ده احنا استخدمناه علشان ان احنا نتعامل مع المودلز اللي موجوده عندنا كلها، وشفنا ازاي ازود واعدل واحذف واعمل كل حاجه. احنا هنبدا نستخدم الابلكيشن الثاني اللي هو الاوثنتيكيشن علشان نقدر ان احنا نعمل عمليه الساين اب. هنبدا اول خطوه عندنا حاجه بسيطه خالص، ان انا عايز اعمل ديف صغيره هنا كده اكتب فيها ويلكم واسم اليوزر اللي داخل على النظام حاليا، وهندخل باليوزر اللي هو الادمن بتاعنا. يعني لو دخلت دلوقتي فتحت النظام بتاعي على الادمن، فتحت الادمن بانل، فهو هيطلب مني ان انا ادخل باليوزر نيم والباسورد بتاعي. افرض ان انا دخلت دلوقتي بالاكونت بتاع الادمن، فقلت له الادمن وقلت له الباسورد اللي انا عاملها، وقلت له لوجن، فهو المفروض ان هو دلوقتي دخلني بالاكونت اللي هو اللي اسمه الادمن. انا عايز اظهر دلوقتي ان انا دخلت بالاكونت اللي اسمه الادمن، يعني اظهر هنا ويلكم ادمن. خلي بالك احنا كان عندنا الفايل هنا اللي هو اللي اسمه الاندكس، ده اللي احنا كنا كاتبين فيه ويلكم تو ماي لايبرري، فاحنا كنا عاملين هيدر كبيره كده شغله المساحه دي كلها من اولها لاخرها ومكتوب فيها ويلكم تو ماي لايبرري. انا اللي انا هعمله بالظبط ان انا هستبدلها بقى بديف، عشان اعمل الديف ده 10 خلايا لغايه هنا مثلا مكتوب فيها ويلكم تو ماي لايبرري، واقوم عامل الخليتين اللي باقيين هنا هقوم كاتب فيهم ويلكم واسم اليوزر بتاعي. علشان نعمل ده فانا هاجي هنا هشيل الهيدر دي واحط مكانها ديف، واقول له الكلاس بتاعتي رو، وجوه الديف دي هحط اتنين ديف، فالاولانيه هتبقى شغله 10 صفوف، فاقول له الكلاس بتاعتي هتبقى عباره عن كولون ام دي 10، والثانيه هتبقى الكلاس بتاعتي كولون ام دي 2. هاخد بقى كلمه ويلكم تو ماي لايبرري دي احطها فوق هنا، واخد هنا التانية دي احط فيها ويلكم، واكتب اسم اليوزر. سيب اسم اليوزر دلوقتي ونكمل تنسيق الشكل. لو احنا حفظنا على كده وعملنا ريفرش هنا فبقت بالشكل ده.
بص بقى اللي احنا هنعمله دلوقتي، احنا هنعمل حاجة بسيطة جدا، ان احنا هنيجي هنا هقول له اكتب لي ويلكم، بعدها اكتب لي اسم اليوزر اللي داخل دلوقتي، فاقول له شوف لي اليوزر اللي موجود دلوقتي واكتب لي اسمه اللي هو اليوزر نيم. لما احفظ على كده بص كده ايه اللي هيحصل هنا، لما اعمل ريفرش كتب لك ويلكم ادمن. ادمن ده جه منين؟ لان انا لسه عامل بيه لوجن هنا قدامك في الادمن بانل، فده اليوزر اللي دخل على النظام، فهو دلوقتي هو اليوزر الكرنت يوزر اللي شغال، فقام كاتب لك اسمه هنا. ممكن ننسق الجزء ده شويه عشان يبقى شكله افضل شويه من كده، فممكن نخلي ادمن دي مثلا تظهر بالاخضر علشان يبقى دخل بنجاح يعني. فنقول له ويلكم هنا، احط لي هنا سبان والكلاس بتاعتها تكست سكسس، ونحط القفل بتاع السبان في الاخر. لما نيجي نشوف كده بقت بالشكل ده. ممكن بقى نخلي النص ده كله وده وده نخليه اسود عريض، فنقول له هنا هتزود لي كلاس هنا اسمها فونت، سوري فونت ويت بولدر، ونحطها هنا برضو، سوري، ونشوف كده. ممكن حتى نعمل شادو حوالين النص ده بحيث ان يبقى شكلها افضل شوية، فنقول له مثلا هنا تكست لا نعملها ستايل بقى، فنقول له ستايل ونقول له تكست شادو، ونقول له مثلا حط لي مثلا نخليه مثلا 4 بي اكس مثلا، هو نديله الاول 2 بي اكس و2 بي اكس، ونقول له الراديوس بتاعك مثلا نقول له 20 بي اكس، ونديله لون نجرب ده مثلا كنترول اس ونشوف كده. يعني احنا بنحاول ان احنا نجتهد، لكن طبعا موضوع الديزاين هيبقى يختلف من شخص لشخص، وممكن تعمل الديزاين اللي يعجبك، بس احنا كده الشكل مقبول يعني. احنا عندنا هنا ويلكم واسم اليوزر مكتوب. في حاجة مهمة بقى جدا عايزين نشوفها، احنا حاليا كتب لك ويلكم ادمن علشان انت داخل باليوزر الادمن. طب لو انا رحت على الادمن بانل بتاعتي ديت وقمت عامل لوج اوت خرجت من الادمن، بص كده على الابلكيشن بتاعك وبص لي على كلمه ادمن هنا كده، لما اعمل ريفرش مفيش يوزر، يبقى كده مفيش يوزر داخل على النظام حاليا. يبقى انا كده قدرت ان انا احدد مين اليوزر اللي بستخدمه حاليا على النظام. طيب لو انا رجعت دخلت بالادمن تاني، ورجعت عملت ريفرش ويلكم ادمن، بس احنا حاليا احنا محتاجين ان احنا نعمل يوزر جديد خاص بينا، يعني احنا محتاجين نعمل ساين اب دلوقتي ان المستخدم يدخل يسجل يوزر جديد ويدخل باليوزر الجديد اللي هو كريته. علشان نعمل ده احنا مش هنبدا من الزيرو زي ما اتفقنا، احنا هنستخدم الابلكيشن اللي جاي مع الجانجو اللي هو اللي اسمه الاوثنتيكيشن اللي موجود في الجانجو دوت كونتريب دوت اوثنتيكيشن، دوت موجود جواه موديل اسمه اليوزر. فاحنا هنستخدم الموديل ده علشان نضيف يوزر جديد في الداتابيز ونأكسس بيه. علشان نعمل ده احنا محتاجين اول حاجه ان انا اخصص يو ار ال، المستخدم لما يروح عليه يقوم يسجل دخول بمستخدم جديد. فهعمل يو ار ال مثلا اسمه ساين اب، المستخدم لما يروح على اليو ار ال ده كده فيفتح له فورم كده يدخل فيها اسم اليوزر وكلمه السر ويعيد ادخال كلمه السر ويدخل بقيه البيانات، وبعد كده يعمل ساين اب فيسجل المستخدم الجديد بتاعه ويدخله بيه. علشان نعمل ده اول حاجه هنعملها هنروح عند الفايل اللي اسمه يو ار الز، وهنضيف يو ار ال جديد يروح عليه المستخدم، فهقول له اليو ار ال الجديد بتاعنا هيبقى اسمه ساين اب، ولما تروح له هتستدعي الداله اللي احنا لسه هنعملها في الفيوز، فنقول له هنا فروم البوك اب دوت فيوز، هقول له امبورت مثلا داله مثلا هنسميها ساين مي اب مثلا، ديت لسه هنعملها،
وهاخد الدالة دي احطها هنا، دي اللي هتتنفذ لما يروح لليو ار ال ده، وممكن اديلها نيم علشان اعرف استخدمها فيما بعد، فاسميها مثلا ساين اب تو لايبرري. احنا عرفنا دالة جديدة اسمها ساين مي اب، هنروح نضيفها في الفيوز، فهنروح على الفيوز اللي جوه البوك اب بتاعنا، وهقول له انزل للاخر كده واقول له هعرف لك داله جديده، حط اسمها كده دلوقتي. شايف الداله اللي انا عملتها علشان اضيف قسم جديد؟ اضافه قسم جديد يختلف عن اضافه مستخدم جديد في ايه؟ ولا حاجه. فانا هاخد الداله اللي انا عملتها عشان اضيف قسم جديد كنترول وسي واحطها هنا زي ما هي، بس هغير اسم الداله، بدل ما اخليها اد نيو ديبارتمنت هخليها ساين مي اب اللي هي الداله اللي انا لسه معرفها. انا هنا كنت بستخدم الديبارتمنت فورم، وديت فورمه موجود فيها ادخل كود القسم واسم القسم وديسكريبشن عن القسم. طيب انا عايز استخدم الفورم اللي بزود من خلالها يوزر جديد، انا مش محتاج اعملها بنفسي، هم عاملينها لي اصلا. فانت زي ما قلت لك لما تدخل على الملف بتاع السيتنجز هنا، الابلكيشن اللي هو الاوثنتيكيشن اللي موجود في الجانجو دوت كونتراب دوت اوثنتيكيشن ده، موجود فيه فورم جاهزه تدخل منها وتسجل بيانات اليوزر، فانا محتاج استدعيها بس عشان استخدمها. فاروح على الفيوز بتاعي هقول له هنا from django dot contrib dot authentication dot forms. الفورمز اللي موجوده في الابلكيشن ده هتعمل لي منها، هتستدعي لي منها الحاجه اسمها اليوزر كرييشن فورم. اليوزر كرييشن فورم دي عباره عن فورم انت بتستخدمها علشان تنشئ مستخدم جديد، فهو مصمم لك فورم. الفورم دي فيها انك انت تدخل اليوزر نيم وتدخل الباسورد وتدخل تاكيد للباسورد، فيقوم يكريت لك يوزر بالاسم ده. فهناخد بقى اسم الفورم دي نستخدمها مكان الديبارتمنت فورم، بس مفيش اكتر من كده. هو لو لقى الفورم مظبوطه هيحفظها، فكده هيعمل لك اليوزر الجديد، بعد كده هيوديك للشاشه اللي فيها كل الاقسام. بس كده في حاجه، احنا هنا لازم ناخد الفورم دي نعرضها في ملف، فانت مش هتعرضها في الملف بتاع النيو ديبارتمنت، فنروح نعمل لها ملف HTML نعرض الفورم فيه. هروح هنا اخد الملف اللي اسمه نيو ديبارتمنت ده دوت HTML، هاخده كوبي وراح احطه هنا في نفس الفولدر بيست، هلاقي الملف موجود. ممكن تسميه اسم تاني، هتسميه ساين اب دوت HTML، وناخد اسم الملف ده كده كنترول وسي، ونروح نحطه هنا في الفيوز مكان النيو ديبارتمنت دوت HTML. الملف اللي اسمه ساين اب ده مفيش فيه غير ملف بس HTML، انا مش محتاج الجزء ده كله، ده انا كنت بعرض حقل حقل في الديبارتمنت مش محتاجه. انا هعرض الفورم بس، فاقول له ملف HTML هعمل فورم واعرض الفورم فيها، فاقول له اعرض لي الفورم اللي جايه لك واعرضها كريسبي زي ما احنا شفنا قبل كده في الدرس اللي فات علشان استخدم البوت ستراب مع الجانب. ولما تعمل سبميت تروح على اليو ار ال بتاعي، اليو ار ال بتاعي بقى كان اسمه، لما نروح عند الفايل اسمه يو ار ال كان اسمه ساين مي ساين اب، فناخد ده كده كنترول وسي واحطه هنا. عشان نلخص كل اللي اتعمل، عملنا يو ار ال اسمه ساين اب فقط، لما يروح عليه بينفذ الداله اللي اسمها ساين مي اب. ساين مي اب الداله موجوده جوه الفيوز، بتستخدم فورم جاهزه، الفورم دي فيها اليوزر نيم والباسورد بس، فبيقوم عامل لك فورمه تدخل فيها اليوزر نيم وتدخل الباسورد وتعيد ادخال الباسورد. لو الفورمه مظبوطه هيحفظها في الموديل الخاص بالفورم دي. طب الفورم دي جت منين؟ جت من الجانجو دوت كونتريب دوت اوثنتيكيشن دوت فورمز، ديت داله فورم جاهزه موجود فيها كل حاجه انت بتستخدمها بس. وعملنا ملف HTML اسمه ساين اب علشان نعرض فيه الفورم. هنحفظ كله ونروح نشوف التنفيذ. لو حفظت ده كده وده ما اتحفظش فهنحفظه، وده ما اتحفظش فهنحفظه، ونروح هنا نقول له بقى وديني على الشاشه اللي اسمها ساين اب. ما كانش لسه حمل تقريبا. مجرد ما رحت على شاشه الساين اب زي ما انت شايف عمل لك فورم فيها انك انت تدخل اليوزر نيم وتدخل الباسورد وتعيد ادخال الباسورد، وقايل لك هنا الملاحظات ما تخليش الباسورد شبه اليوزر نيم او شبه البيانات التانيه اللي انت مدخلها، الباسورد على الاقل 8 حروف، ومدي لك شويه حاجات كده. طيب انت هنا قول له اليوزر نيم بتاعي، افترض ان انا عملت يوزر نيم اسمه مثلا هبه،
وقلت له الباسورد مثلا بتاعتي لازم تبقى حاجة مختلفة، خلي بالك لو قلت له هبة واحد مثلا فهو كده مش هيقبلها طبعا، يعني اقول له هبة 1، فقلت له اد نيو ديبارتمنت زي ما انت شايف كده، قام مديني قال لك الباسورد شبه اليوزر نيم اول حاجه، الحاجه الثانيه الباسورد قصيره جدا، فانت مش محتاج تعمل اي حاجه، هو بيعمل لك كل حاجه. انا هدخل باسورد كريم 1 2 3 4 5، وهنا هدخل بنفس الباسورد كريم 1 2 3 4 5. لما اقول له اد نيو، خلي بالك المفروض ما اسمهاش اد نيو ديبارتمنت بقى، اسمها اد يوزر، بس هو كده اليوزر الكريت. تعالى اما نروح نشوف الداتابيس بتاعتنا، الداتابيس بتاعتنا عندي هنا جدول اسمه اليوزر اوثنتيكيشن، اسم الابلكيشن وبعدين اندر سكور يوزر. تعال نشوف الداتا اللي فيه ونشوف هبه كاريت ولا لا. فيو اديت داتا اول روز، عندك هنا تو يوزرز، اليوزر الاولاني اسمه ادمن واليوزر الثاني اسمه هبه. هروح على الملف اللي اسمه ساين اب بالمره، علشان كلمة add new department ديت مش صح، هنخليها بقى sign up هنا. وزي ما انت شايف كده الابلكيشن بتاعنا بقى كامل، يعني اول لما احب اسجل مستخدم جديد هروح على sign up، هيجيب لي فورم املاها، ادخل اي بيانات انا عايزها، ادخل له مثلا المرة دي مثلا احمد، والباسورد بتاعتي مثلا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ونفس الباسورد تاني، ونقول له ساين اب، فكده كريت لي يوزر اسمه احمد. قال لك الباسورد ما تنفعش لان انا كنت كاتب باسورد حروف متتاليه كده، فانت حاول تدخل باسورد مختلفه شويه، يعني اقول له مثلا اي حاجه كده فكده اليوزر ده كريت. لما نروح نشوف الداتابيس بتاعتنا نعمل هنا ريفرش، فاليوزر التالت اهوت اسمه احمد وهكذا. بس لو لاحظت دلوقتي هتلاقيني الفورم بتاعتي بسيطه جدا، انا بدخل فيها بس اليوزر نيم والباسورد والباسورد، تاني حاجه لسه ما عملتش لوجن باليوزر اللي انا كريته. فعلشان نزود الحقول دي، يعني انا دلوقتي انا مش محتاج اليوزر نيم والباسورد بس، انا محتاج الفيرست نيم واللاست نيم والايميل وشويه بيانات تانيه. لو بصينا على الداتابيز عندي فهلاقي ان الجدول بتاع اليوزر ده فيه حقول كتير جدا انا ما استخدمتهاش، يعني هنا الباسورد طبعا الهاشد باسورد فهو بيستخدم الشا 256، وهنا اخر لوجن امتى، فزي ما انت شايف دول لسه ما دخلناش بيهم خالص، لكن الادمن كنا بندخل بيه. وإذ سوبر يوزر ولا لا، يعني ينفع تدخل بيه على الادمن بانل ولا لا، واسم اليوزر في الفيرست نيم وفي اللاست نيم وفي الايميل وفي بيانات تانية. فانت هنا ممكن تعمل كاستمايزيشن على اليوزر كريشن فورم علشان تحدد الحقول اللي انت عايز تعرضها. في اللي اسمه فورمز اللي جوه البوك اب، وهبدا ازود فورمه جديده علشان اعمل كاستمايزيشن للفورم اللي اسمها اليوزر كريشن فورم. فطبعا اول حاجه اعملها اجيب اليوزر كريشن فورم ديت، وبعد كده ابدا ازود عليها اللي انا عايزه، فاقول له هنا فروم جانجو دوت كونتريب دوت اوثنتيكيشن دوت فورمز امبورت اليوزر كريشن فورم، وبعد كده هعمل فورم خاصه بيا فهسميها ماي ساين اب فورم، والفورم ديت بتورث من اليوزر كريشن فورم. الفلوس اللي فاتت بالظبط هتحدد له الحقول اللي انت عايزها، او هتحدد له الحقول اللي انت عايز تستبعدها، وهتحدد له الموديل اللي انت هتستخدمه. فهتيجي هنا هتقول له اول حقل انا عايز ازوده اللي هو اليوزر نيم اللي هو الفيرست نيم، فتقول له الفيرست نيم ده عباره عن كاركتر فيلد، فهتقول له الفورمز دوت كاركتر فيلد زي ما اتعودنا قبل كده. وممكن تحدد له ماكس لينث كمان، فتقول له مثلا ان اسم المستخدم ما يزيدش عن 15 حرف، فتقول له الماكس لينث 15، وتقول له كمان المستخدم برضه هيدخل اللاست نيم مثلا، فاللاست نيم برضه عباره عن كاركتر فيلد، فتقول له كاركتر فيلد فورمز دوت
كاركتر فيلد، وتقول له برضو الماكس لينث 15، وانت عايز المستخدم كمان يدخل الايميل بتاعه، فتقول له الايميل بيساوي، وتقول له فورمز دوت ايميل فيلد، وتقول له في القوسين كده. يبقى دي الحقول الزياده اللي انت عايز تزودها مثلا. فنعمل برضو كلاس اسمها ميتا زي ما احنا عملنا قبل كده، فنقول له كلاس ميتا، وخلي بالك الام كابيتال، وهتقول له الموديل اللي احنا هنستخدمه هو الموديل اللي اسمه يوزر، فطبعا نعمل امبورت لليوزر الاول، فهنيجي هنا هنقول له فروم جانجو دوت كونتريب زي ما انت شايف اوثنتيكيشن دوت مودلز، نفس التسميه اللي عندنا بالظبط هي اللي احنا بناخدها من هناك. يعني عندك كل ابلكيشن جوه المودلز وجوه الفورمز، هو برضو الاوثنتيكيشن ده ابلكيشن جوه الفورمز وجوه المودلز. الموديل اللي احنا هنستخدمه كان اسمه امبورت اليوزر. هتقول له هنا الموديل اللي انا هستخدمه اللي هو اليوزر، والفيلدز اللي انا هستخدمها هي عباره عن، وتحط له بقى كل الحقول اللي انت عايزها في الفورم بتاعتك. فانا عايز اول حاجه الفيرست نيم اللي انا حطيته ده، وعايز اللاست نيم، وعايز الايميل، وعايز مثلا طبعا عايز اليوزر نيم طبعا، الحاجات بقى اللي كانت موجوده قبل كده، كان المستخدم بيدخل يوزر نيم وبيدخل الباسورد وبيدخل كونفيرم للباسورد، فهي الباسورد والكونفيرم بتاعها اسمها باسورد 1 وباسورد 2، فتقول له باسورد 1 وباسورد 2. كده احنا خلصنا الفورم. هحفظ على كده واروح على الفيوز علشان استخدم الفورم دي بدل اليوزر كريشن فورم. فانا بدل السطر ده انا هقول له from dot forms import، واقول له الفورم اللي انا عاملها اللي اسمها my sign up form، واخد my sign up form ديت احطها مكان اليوزر كريشن فورم، فيبقى كده هيعرض لي الفورم بتاعتي بدل اليوزر كريشن فورم اللي بقت بتحتوي على الفيرست نيم واللاست نيم والايميل. طيب كده فاضل بس اخر حاجه، ان المستخدم دلوقتي ملى الفورم، بعتها السيرفر، اخد الفورم حفظها، وبعدين رايح على كل الاقسام، بس هو لسه ما دخلش باليوزر نيم اللي انا لسه مكريته، فانا عايزه هنا قبل ما يعمل ريدايركت على الاقسام كلها يدخل بقى باليوزر نيم اللي انا سجلت بياناته. فاحنا هنيجي هنا الاول نستدعي الداله اللي بتعمل اللوجن ديت، فهنقول له فروم زي ما احنا حفظنا بقى جانجو دوت كونتراب دوت اوثنتيكيشن، هقول له استدعي لي الداله اللي اسمها لوجن، والداله دي هاخدها اعمل لوجن هنا. فانا قبل ما احفظ الفورم، يعني انا هنا قلت له فورم دوت سيف، هقول له احفظ الفورم والناتج حطه في المستخدم اللي اسمه يوزر، فاليوزر ده دلوقتي هو يوزر كامل، انت لسه مدخل بياناته من خلال الفورم. هتقول له بقى اعمل لوجن اللي انت مستدعاه هنا ديت باستخدام اليوزر ده، فتقول له هتروح على الريكوست اللي جاي لك ده، هتعمل فيه لوجن باستخدام اليوزر. وبعد كده هتروح لكل الاقسام اللي موجوده والباقي كله عادي. تعالى ما نحفظ على كده ونشوف نتيجة التنفيذ. لما هنروح هنا ونعمل ريفرش كده، فزي ما انت شايف بقت فورم كاملة تدخل فيها بيانات المستخدم كلها، وكلها تتسجل في الداتابيز. خلي بالك جدا من كلمة ادمن اللي هنا دي. دلوقتي انا هبدأ ادخل بيانات يوزر جديد، فافترض ان انا قلت له كريم مثلا وهنا احمد، وقلت له هنا الايميل بتاعي kareem@gmail.com، وقلت له هنا اليوزر نيم بتاعي مثلا كريم عادي، والباسورد بتاعتي مثلا اي حاجه، وهنا نفس الباسورد تاني، وقلت له ساين اب، انا دخلت الباسورد شبه اللاست نيم فهو ما قبلهاش طبعا، فانت هنا اقول له باسورد تانيه خالص، وهنا وهتقول له ساين اب، فزي ما انت شايف ويلكم كريم. هو ده اليوزر اللي عامل لوجن حاليا وبياناته كلها اتسجلت في الداتابيز. فلو رحنا عملنا هنا ريفرش كده هتلاقي المستخدم الخامس هنا اللي هو اللي اسمه كريم،
والفيرست نيم كريم واللاست نيم احمد والايميل كريم ات جيميل دوت كوم والباسورد الشام 256 متسيفه وكل حاجه عندنا شغاله مظبوط. اخر حاجه عندنا ان لما المستخدم يفتح الموقع لاول مره المفروض ان هو ما فيش مستخدم داخل، فالمفروض يكتب له هنا ساين اب لو ما كانش في مستخدم داخل، ولو في مستخدم داخل يكتب له ويلكم واسم المستخدم. فده ببساطه خالص عشان نعملها احنا هنروح عند الملف بتاع index.html واقول له هنا انك انت هتكتب لي ويلكم واسم المستخدم فقط اذا كان المستخدم داخل واوثنتيكيتد، فتقول له هنا اف يوزر دوت is authenticated. لو المستخدم داخل مظبوط يبقى هتعرض لي اسم المستخدم وتكتب لي ويلكم قبلها، غير كده else، وهنا في الاخر خالص end if طبعا. اقوم قايل له بقى اعمل لي لينك، فاقول له ايه واقول له اللينك ده هتروح لليو ار ال ده، ال URL اللي هجيبه من هنا اللي هو اللي اسمه sign up to library ده Ctrl C احطه هنا وهسمي اللينك ده sign up. وطبعا ممكن تعمل له class زي ما انت عايز، يعني ممكن تعمل له class كده وتقول له ايه وتقول له text danger مثلا. فلما تحفظ على كده تعال بقى اما نفتح براوزر تاني، يعني ممكن ندوس كليك يمين كده ونقول له نيو انكوجنيتو ويندو علشان ما يبقاش في مستخدم داخل او في سيشن مفتوحه حاليا. قول له بقى افتح نفس اليو ار ال بتاعك تاني، فلما تفتح اول مره ما فيش مستخدم داخل اما يقول لك ساين اب، فانت لما تدوس على ساين اب هيقول لك بقى املى البيانات، فقول له هنا مثلا قول له منال مثلا وقول له اي اسم احمد ده اللاست نيم، وبعد كده اقول له هنا اليوزر نيم منال ات جيميل دوت كوم واليوزر نيم منال والباسورد اي حاجه، وهنقول له ساين اب، فكده المستخدم ده دخل فما يقول لك ويلكم منال.